هذا السائل من العراق البصرة يقول: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل بالنسبة للحاج، الإفراد أو التمتع أو القران؟ مع الأدلة بذلك مأجورين. الأفضل التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل، ثم يبقى حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يحرم بالحج ويذبح فدية التمتع. هذا هو الأفضل، الجمع بين نسكين، كل نسك مستقل عن الآخر، ويذبح الفدية، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه، فإنهم لما طافوا وسعوا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، ثم لما كان في اليوم الثامن أحرموا بالحج، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولما سقت الهدي، أو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وهو لا يتأسف صلى الله عليه وسلم إلا على ما هو أفضل، فمن لم يسق الهدي من الحل فإن الأفضل له أن يحرم متمتعا، وأما من ساق الهدي من الحل فإنه يلزمه إما القران وإما الإفراد، لأنه لا يتحلل إلا بعد أن يذبح إلا بعد أن ينحر هديه يوم النحر، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا وبقي محرما إلى أن ذبح نحر هديه يوم النحر. نعم.